بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم في قناة أبو محمد. اليوم عندنا انبوكسينج أو فتح الصندوق لأسر، اللي هو لابتوب حتظهر لكم تفاصيله على الشاشة. كور اي 7 12 جيجا رام، اتش دي، الشاشة ستاند اتش دي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نفتح. طبعا من احلى لحظات الانبوكسينج، تحس بحماس، تنتظر المنتج اللي هو في الصندوق. طبعا مشاكل تخاف انه ترتاح بالمقلوب، ممكن جهازك يحصل فيه شيء مهم. هو الجهاز الثاني صح؟ ايوه هو الجهاز، مع الوصلة، الباور سبلاي، والوصلة الثلاثية، كتيبات نادر فينا اللي بيقراها، بس يلا خطة على الاحتياط معك. ده الجهاز، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. ده الجهاز، والله كانوا مغطينه، استغفر الله. بسم الله، وهذا الجهاز ما شاء الله تبارك الله جميل. نعم سيريال نمبر والكلام ده ما مهم، مهم بالنسبة لنا. ده البورتس بتاعته 2 USB، وبالنسبة للإثرنت ولا البورت الثانية عندنا هنا برضو USB، والديسك ولا الباور، وطبيعة الحال البطارية هنا. تمام، بسم الله نفتح الجهاز داخل. ايوه كنت عزور كتيبات لكن من كلام صيني. هو ده الجهاز، وزي ما قلت لكم التفاصيل حتظهر لكم على الشاشة. مدية نظرة مبسطة لو تشوفنا، زي ما شايفين دي المواصفات. واهم شيء في هون عاجبني انه الرام 12 جيجا، والهارد ديسك بتاعه 1000 جيجا تيرا. وهنا بالنسبه للجرافيكس اللي هي انفيديا جي فورس والكور اي 7 بالنسبه للبروسيسور. وبس حبينا اليوم نقدم لكم فتح صندوق بسيط، وهنا في شيء صغير اللي هو كورتانا تقريبا المساعد الشخصي بس. وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمة الله.